25 واديا يصب في نهر دجلة بالموصل، وديان كانت موسمية لتصريف مياه الأمطار عقودا عدة، لكن غياب مشاريع الصرف الصحي دفع السلطات إلى تحويل المياه الثقيلة الملوثة إلى هذه الوديان المارة بأحياء سكنية وأخرى صناعية وصولا إلى نهر دجلة، تسببت في ارتفاع مستويات التلوث. الأكل علاقة عكسية ما بين كمية المياه النهر وزيادة الأنواع الملوث، كل ما قل منسوب النهر راح تزداد كمية الملوثات. كمية المصبات في حدود 25 مصب اللي صب بنهر دجلة في مدينة الموصل تحديدا، وكل هذه من كل الجانبين الأيمن والأيسر قد زيد لنا من كمية الملوثات. خطر تلوث مياه نهر دجلة دفع أكاديميين ومختصين بيئيين إلى دراسة مستويات تلوث دجلة في الموصل وبغداد، كشفت عن وجود مواد سامة في النهر كالفسفور والنيكل في مياه النهر بالقرب من مدينة الطبي في العاصمة. وجود نسب جدا عالية من بعض المواد السمية حول في نهر دجلة بالقرب من مدينة الطب في بغداد بنسب عالية من نسبة الفسفور والنيكل، من المحتمل أن تكون هناك هذه النسب أيضا في المصبات وحول المصبات في نهر دجلة. نهر دجلة لا يتعلق فقط في مدينة الموصل كي لا يتم الاهتمام بالنهر ويتم فيه صب كل هذه المخلفات على النهر. انخفاض منسوب نهر دجلة إلى 35% عما كان عليه خلال العقدين الماضيين نتيجة الجفاف وسوء استثمار مياه النهر في بناء السدود الكبيرة، حوله إلى مكب كبير لنفايات صلبة وأخرى سائلة ناتجة عن مصانع ومشاف حكومية تحاذي النهر، وسط مطالبات بالتحرك العاجل لتشريع قوانين تحمي البيئة. طلب الموضوع إلى موضوع تشريع قانون لحماية البيئة وأيضا بما مسمى الأمن البيئي، حيث الدول المجاورة بدأت بهذه الخطوات منذ سنوات عديدة جدا، وأيضا أنذرت العراق بحدوث هذه الكارثة، ولكن مع الأسف لم تجد الأذن الصاغية لهذا الأمر. أنهار وقنوات مائية كانت مصدرا للحياة في بلاد ما بين النهرين، واليوم مع أزمة الجفاف التي تضرب البلاد حولتها إلى مشاريع للمياه الثقيلة في الهواء الطلق، باتت تشكل خطرا بيئيا على حياة السكان والثروة الحيوانية والزراعية. قاسم الزيدي، UTV الموصل.